السلام عليكم خوتي خواتاتي، اول مره كنشوف النمر جار التمساح. مال التمساح كيدير على النمر، كيغلب النمر. دابا شوف سبحان الله العظيم، اي حاجه فوق الارض اللي خلق الله سبحانه وتعالى كتقلب الخبز ديالها. دابا يعني بحال الانسان حتى هو لا مخدامش، وهذا ما يقدرش ياكل، ما يقدرش يلبس، ما يقدرش يدير بزاف د الحوايج. كذلك الحيوان باش خاصي يدوز النهار ديالو او اللي يدوز يعني شهوره، خاصي يصيد، خاصي ياكل. دابا يقدر هاد التمساح غادا يتعشاو عليه العائله كامله ديال النمر، يعني ديال النمر. شوف سبحان الله العظيم، يعني شو من جايبو مصيدو غادي يحطو قاد. هادي وادي ما عندهم، وادي ما كبير عندهم، احسن وادي ما عندهم هي هادي.